مساء الخير عليكم، وحشتوني جدا من الاسبوع اللي فات. طبعا انتوا عارفين ان احنا في فقره ولاد البلد. النهارده احنا معانا حلقه يعني من نوع تاني خالص. النهارده معانا نوع من المطاعم المختلفه والافكار، ولكن معانا ومعاكم الاستاذ احمد الشاعر. اهلا وسهلا استاذ احمد. شرفت عليك جدا. اهلا وسهلا استاذ باسم. اهلا بحضرتك. مدير الشركه. وبرحب بزميلتي رشا المصري. وحشتيني يا رشا. انت اكتر. اهلا بالساده المشاهدين. طبعا احنا دلوقتي بنسمع عن الافكار الجديده بتاعت شركه حضرتك، ومن احدى اقوى المجالات المطاعم والكافيهات، وعاوزين نعرف ايه هي الطريقه اللي بتميزها ما بين حضرتك وما بين غيرك. طيب. طبعا انا بشكر حضرتك جدا، وبشكر كل المتشاهدين اللي بيشوفونا دلوقتي. موضوعنا بسيط جدا، احنا شركه اسمها تيست ميكر، بتدير المطاعم والكافيهات. احنا بنقدم فكره الاوبريشن كتوتال، من اول الاداره والتشغيل لحد الهايرنج الستاف. بنقدم كمان فكره الكوكتيلز الجديده والبافريج الجديد. الناس كلها متجهه ناحيه ان البارات والباريستا والكلام ده كله مجرد كوكتيلات معروفة، النسكافيه، كابتشينو، لاتيه، الكلام ده كله. لا، احنا بنقدم افكار جديدة، كوكتيلز جديدة. بنتجه لفكرة الهيلثي درينك، الحاجات الصحية للناس، الكوكتيل البيور، الفريش البيور، اللي بتفيد الصحة وبتفيد المناعة، بتفيد الجلد، الشعر. طبعا الافكار دي لازم تكون موجودة في كل المطاعم بتاعتنا في مصر. على فكرة دي حاجة مش موجودة اصلا عندنا في مصر. يمكن انت في فرق مميزين بيها. طبعا ده في فرق فظيع. يعني انت عامل حاجه اورجانيك من اللي احنا بنشوفه، والحاجات اللي هي بتبقى واخده كيميكالز، فطبعا حاجه مختلفه جدا. غير الفوائد بتاعتها طبعا اللي بيقول عليها شعر ونظر، دي حاجه يعني فريده طبعا. احنا ما عندناش اهتمام بالكلام ده كله من اطفالنا واحنا صغيرين. يعني احنا دايما كنا بندور على حاجات الباودر والكيميكال والحاجات المعلبه للاطفال. احنا لو كنا اهتمينا بالكلام ده كله من اول النظر، درينك للنظر، درينك للمناعه، مشروب للجلد، للشعر، ما كانش في حد دلوقتي اتجه لانه يلبس نظاره، الكلام ده كله. يعني كنا كل اطفالنا طلعت كلها صحتها كويسه جدا. دي حقيقه ما شاء الله. نعرف بقى من استاذ باسم ايه اللي ممكن تطوروه في المجال. متهيألي انتوا حاطيتوا كل حاجه يعني ما شاء الله عليكم، بس اكيد طبعا في تطور في الموضوع. ايه التطور؟ قولوا لنا كده شويه. والله احنا عندنا التطور بتاع فكره الكوكتيلات والكلام ده. استاذ احمد الشاعر بيطور حاجات جديده لفكره المنيوهات عامه في مصر. احنا عندنا الحمد لله المطاعم كل واحد بيتجه في حته المنيو الواحد الموجود بس. لا احنا معتاده وكلها ريتم مظبوط. واحد. مفيش اختلاف. بس فاحنا عندنا الحمد لله في الشركه بتاعتنا بنقدر ان احنا نعمل ابديت لكل الكوكتيلز وكل الفرابيات وكل السموزز والكلام ده كله. ويدخلوا بقى الدايت جوه الموضوع. في موجود. هتلاقوا اقبال شديد جدا يعني. موجود على كل حاجه موجوده الحمد لله. بس ما شاء الله عليكم بصراحه، الله اكبر. يعني المفروض ان انتوا يعني شباب وبتفكروا بالفكر ده، فطبعا يعني احنا فخورين بيكم جدا. طبعا فخر. ايه اللي حضرتك بتقدمه يا استاذ احمد للشركه، وايه هدفها؟ بص، احنا طبعا احنا يعني لامسين حته كده موجوده في مصر، مشكله كبيره جدا، مشكله الهايرنج. الهايرنج الستاف، يعني فكره العماله المصريه. الحقيقة. احنا عندنا مشكله في ان انت تقدري تختاري ناس كوادر ينفع تكون تشيل اسمك وتشيل اسم شركتك وتبقى قد المسؤوليه طبعا، وتقدم نفس الهدف اللي انت عايزه تقدميه. فمن هنا بقى انا فكرت في فكره ان انا اخد الناس من بدايه الموضوع خالص، بيكونش عندهم اي فكره خالص. بناخدهم بنديهم تريننج عشان يبقى عندهم اكسبيرينس ان هم يخشوا الكارير ده ويقدروا يعملوا فيه حاجه. بنديهم طبعا تريننج ده، وطبعا ده بدون اي مقابل، ما بناخدش فلوس ولا حاجه، مقابل ان هم يبقوا الناس بتوعنا في المطاعم ويمثلوا شركة تيست ميكر في المطاعم. استاذن حضرتك يا استاذ احمد، معانا مكالمة. الو الو الو، مساء الخير. مساء النور. ازاي حضرتك، عاملة ايه؟ الحمد لله تمام. مين معايا؟ انا بشكركم، معاكي اسلام البراء مدير مطعم، ومبسوط جدا ان معاكم صديقي الشخصي استاذ احمد الشاعر. ربنا يخليك حبيبي. وطبعا بشكر القائمين على العمل وعلى فكره البرنامج، وبشكر القناه وبشكركم كلكم. ميرسي يا اسلام. ايه رايك في الفكره بتاعت استاذ احمد؟
فكره الاستاذ احمد مختلفه من نوعها، وبالتالي بيوفر كتير طبعا في موضوع ان حد يدور على عماله او يشوف عماله. استاذ احمد الشاعر فكرته فريده من نوعها وشاطر جدا في مجاله، وطبعا على المستوى الشخصي انا بحبه جدا جدا ومجتهد في مجاله، وانا مبسوط جدا ان هو مثال للشباب وان هو متواجد معاكم النهارده، ودي حاجه تشرفني. ازيك يا استاذ احمد؟ ازيك يا اسلام، ايه الاخبار؟ ازي حضرتك؟ ازيك يا باسم، منورين. ازيك يا استاذ اسلام، عامل ايه؟ وبشكر الاستاذ الحاج طبعا والاستاذه رشا، وبشكركم كلكم. ميرسي يا اسلام على مداخلتك الجميله. يا ميرسي يا اسلام، ربنا يخليك. عايزين نعرف بقى مين فيكم يعني صاحب فكره التست ميكر، استاذ باسم ولا حضرتك؟ انا كنت صاحب الفكره. جات لك ازاي الفكره؟ والله بصي، هي جات لي انا اصلا بديت حياتي، يعني كنت انا كنت الاول حاجه اسمها هاوس، بغسل كوبايات بقى والكلام ده كله، وبمسح الارض لا جميل جدا، يعني البدايه من ابتديت حياتي كده، دي بتبقى ليها طعم. وكان راتبي الحمد لله كان كبير جدا، يعني كان 180 جنيه في الشهر. والله ما تقولش عشان القر والحسد. فلحد ما ربنا كرمني ابتديت ابص للكارير ان انا عايز اتطور نفسي فيه وعايز ابقى حاجه فيه، وفكرت ان انا اكون الاول في مصر في مجالي. يعني ابتديت اخد كورسات في الكارير، في الهوت درينك والكوكتيلز والكوكتيل صودا والكلام ده كله، وابتديت اخد كمان كورس في الكوست والريسبس، ان انا اعمل تكلفه للايتمز نفسه، ان انت تبيعي اوردر تكسبي فيه مش تخسري فيه، فكل حاجه ليها ريسبي ومقادير. خدت كورسات في الكلام ده كله الحمد لله، ابتديت ادرس فيه. طبعا درست لبراندات كتيره جدا في مصر معروفه جدا وعالميه كمان انترناشونال، لحد ما ربنا كرمني قدرت ان انا اكون الشركه بتاعتي. الكلام ده كونته من اكتر من 10-12 سنه شركتي، والحمد لله دلوقتي معايا 86 فرنشايز بديرهم، بما يعادل 191 مطعم تقريبا. يعني ما شاء الله. اماكنهم موجوده فين؟ طبعا معانا صور لحضرتك هتتعرض على الشاشه دلوقتي. تمام. عايزينك بقى ايه توصف لنا كده لحسن، انا الفكره بص يعني بجد داخله دماغي جدا يعني. ده سنيكرز مثلا، مشروب بشوكولاته السنيكرز، وبياخد ويب كريم من فوق، بياخد شوكليت من جوه، وبيبقى فيه فول سوداني، زبده فول سوداني. ده هيعتبر وجبه احنا ما ناكلش طول اليوم. انا بقول لك ايه بقى يا رشا، احنا لازم نروح ده اساسي، يعني الحلقه دلوقتي. نخلص الحلقه ولازم نروح نتغدى. ده طبعا ده غزل البنات، يعني ده كوتين كاندي بيبقى معمول سموزس. الشكل مختلف جدا طبعا عن اللي بنشوفه. انا بشوفه ده طبعا حاجه، دي بتبقى الالكتريك ليمون، يعني بيبقى حاجه بالليمون بالنعناع، بينزل معاه جراش دايز، ثلج مجروش. لا احنا لازم هنجرب ده كله طبعا. لا ما طبعا هتشرفونا. طبعا طبعا ده بقدونس، يعني بقدونس بالاناناس. بالاناناس وبال. طب ايه الفايده في فيه يعني؟ طبعا فايدته كتيره جدا، ما هو فظيع للمعده، وكمان البقدونس اصلا قوي جدا للتخسيس وللحرق، وقوي جدا للجدار المعده، بيفيد جدار المعده جدا. طبعا دي حاجه صودا، دي هواضم، دي حاجه بتهضم. حاجه اسمها بلو سكاي او بلو لونها تحفه قوي. ده بالليمون. ده ريد فيلفت، دي اللي طبعا الكيك ريد فيلفت اللي كلنا بناكله كديزرت. يعني بس احنا بنعمله تشيك. بنعمله تشيك بتشرب مشروب حلو قوي. طبعا ده مشروب ريلاكسنج يعني ده شويه. نقطه ضعف. خوخ ونعناع واناناس طبعا بيبقى. انت فتحت نفسنا، عايز اقول لك يا استاذ احمد، يعني مش عارفه اقول لك ايه. طبعا ده شركتي، ده شعاري، شركه تيست ميكر. يعني احنا مش عارفين نقول ايه بجد من الجمال اللي احنا شايفينه. استاذ باسم، طبعا حضرتك كمدير الشركه، عايزه اعرف ايه الحاجات المختلفه اللي عندكم، او انتوا ازاي قدرتوا ان انتوا يعني تجمعوا الفكره دي، وهل هي ماشيه ولا لا، وايه هي الاماكن اللي انتوا ناجحين فيها؟ احنا مستر احمد الشاعر هو اللي طور الفكره من الاساس، واحنا يعني انا مع مستر احمد الشاعر من حوالي 8 سنين تقريبا. بدات معاه يعني كباريستا. فاحنا بنحط رولز وبنحط سيستم لكل مطعم، وبنبتدي نتابع المطاعم ديت. انا بمر طبعا على المطاعم ديت مرتين او ثلاثه في الاسبوع يوميا. فاحنا اقوى مطاعم بالنسبه لنا، احنا معتبر في كل حته، احنا لينا في الشيخ زايد، لينا في الرحاب، مدينتي، في كل حته الحمد لله. يا ما شاء الله. انت يعني انت بتكلمني، انت بتدير المطاعم بطريقه بتبسطها لنا جدا، انها حاجه بسيطه، مع ان احنا شايفين انها صعبه يعني جدا، يعني الموضوع صعب. يا جماعه في ارقام تليفونات هنا بتاعت الشركات استاذ احمد، صح؟ ايوه. اللي يتواصل. الاماكن فين بقى عشان عايزين نعرف
عشان المشاهدين طبعا زمانهم نفسهم اتفتحت. هل في مثلا دريفلي؟ هل في بصي كدا؟ لا هو احنا في احنا بندير المطاعم والكافيهات اللي موجوده دلوقتي بس اللي هي الفايف ستارز اكتر يعني. طبعا في ناس واخده الترند القوي يعني في مصر هنا وماشيين على الواي مظبوط قوي. منهم مطاعم كتيره قوي في مصر هنا فتحت، انا شايفها من وجهه نظري يعني من اقوى المطاعم موجوده في مصر والعالم العربي. منهم مطاعم زي مطاعم يني. في مطاعم يني دي موجوده في الزمالك، موجوده في المعادي، موجوده في الرحاب، من اقوى المطاعم موجوده في مصر لانها فيها فرايتيز مختلفه وحاجات مختلفه كتيره جدا. حتى فكره الديكوريشن يعني فكره الديكوريشن اتطورت جدا في مصر. فمنهم مطاعم يني مشهوره جدا بيها. طبعا في مطاعم تانية زي كانوفا الدقي مثلا ميدان عمان، مطعم برضو قوي جدا وصاحبه هو اسمه زياد، حد قوي جدا جدا في كاريره وبيعمل ايطاليان فود قوي جدا. استاذ باسم تحب تقول لنا بقى كلمه تقول للشباب يعني اللي هو قاعد كسلان كده يعني قول لهم كلمه يقوموا يتحركوا ويشتغل الموضوع بسيط يعني. انا نفسي الشباب كلها تبقى مهتميه جدا بشغلها. كل الشباب احنا عندنا زي ما مستر احمد قال مشكله في موضوع الهايرنج اصلا في مصر، كل واحد عايز يشتغل تحت بيته وعايز يشتغل جنب البيت. لا احنا انا من زمان انا بحب اشتغل بعيد، فيا ريت يعني كل الشباب تقدر تعمل كده دلوقتي لان مصر محتاجه كده اصلا. تمام استاذ احمد نمرين. طبعا انا عايزه اعرف ازاي بتقدر تدير كل الاماكن بشكل بسيط وانا شايفاك ويعني الله اكبر عليكم بصراحه يعني مديني كده ايه حتى في ثقه باور. باور بجد يعني انا واحده من الناس انا قاعده معاكم انتوا يعني لا في امل. عايزه اعرف ايه هي الفكره اللي انت بتقدر ازاي تدير كل الكلام ده بشكل بسيط. بصي وانا اصلا يعني اول ما جينا عملنا الشركه فكرنا فكره ان الانسان الناجح اللي بيدير بجد وبيقدر يدير مش اللي بيفضل متواجد في مكان اللي بيديره. النجاح انك تقدري تديري المكان او تديري بيتك او منشاتك او المؤسسه بتاعتك وانت مش موجوده فيها، هي دي الاداره المظبوطه. بس هل ده بيرجع للناس اللي حضرتك بتشغلها تحت ايدك؟ هو بيرجع لحاجتين هقول لك ايه هم. يعني طبعا ده غير ان طبعا استاذ باسم شايل الدنيا من بعديك، ده حاجه ما نقدرش نتكلم فيها. طبعا ده هو اللي مسيطر. يعني هو اللي بعد حضرتك على طول طبعا البركه فيه. هو مريح دماغي في حاجات كتير جدا طبعا. هو بيدير حاجات كتير جدا وهو يعني لولا باسم انا ممكن كنت اتعب من الموضوع يعني. ربنا يخليك. هو بص حاجتين مهمين جدا لازم نبص لهم يعني في الاوبريشن. اول حاجه انك تختاري الهايرنج او الناس الستاف معاكي مظبوط جدا وتدي له تريننج يقدر يشتغل من وراكي، ده مهم جدا مش يشتغل قدامك، دي الإدارة. تاني نقطة لازم تحط رولز وقوانين وستاندر الناس تمشي عليها مظبوط، ما ينفعش تسيب الناس وتقول لهم ديروا، لا لازم تحط لهم رولز ولوايح يمشوا عليها، من هنا تبتدي الإدارة تمشي مظبوطة ما يحصلش فيها أي مشاكل حتى لو أنت مش موجودة. الدليل على كده إن في براندات وفرنشايز عالمي إحنا ما نعرفش أصحابه لحد النهاردة، ما نعرفش أسمائهم. يعني احنا بنسمع عن كافيهات مثلا زي ستاربكس او يعني صح. اماكن وفنادق في العالم منتشره في كل انحاء العالم ما نعرفش اصحابها مين. اصحابها مش معروف. الفكره هنا ان هو حط رولز وحط قوانين الدنيا كلها تمشي عليها بعدين. هل انت بتقدر يعني انت حياتك كلها شغل؟ هل بتقدر تدير ما بين حياتك الخاصه وشغلك؟ كويس جدا الحمد لله بصراحه. مش عايزين الرد يعني عشان انا هرجع اسال نفس السؤال دبلوماسي. لا لا بقدر ادير ده كويس جدا حتى الحمد لله ليا اصحاب كتيره جدا بقدر اقابلهم بقدر اخرج بقدر اعمل كل حاجه في حياتي زي اي شخص طبيعي. ودي برضو بسبب ان الواحد حط رولز وحط قوانين وستاندر الناس تمشي عليها وهو ده الاداره. استاذ باسم بقى اكيد بيأثر اكيد استاذ باسم بيأثر اكيد. والله بص احنا حضرتك يعني بدل فيها حضرتك بيأثر مش مرتاحين بعد حضرتك دي. لا هو اليوم كله بيبقى شغل بس احنا يعني الحمد لله بنقدر نظبط دي كويس قوي يعني موضوع الحياه الشخصيه برضو بتبقى ليها اهتمامات بتبقى يعني بتقدروا ان انتوا تظبطوا الدنيا كلها. طب ايه المشاكل اللي ممكن تقابلك في التنظيم في الاداره؟ في مشكله الهايرنج بس هي قصه دي اكبر الستاف. مشكله على فكره دي مشكله كبيرة. عالميه او انا حاسه هي في مصر بس بجد. احنا مش عارفين نعمل ايه. انا عايزاكم تقولوا كلمه للشباب المفروض ان هم بيتفرجوا علينا واحنا كل حلقه بتبقى في حاجه شكل بس الحلقه المره دي مميزه جدا شباب زي الفل ودايرين مش شركه واحده شركات
وكافيهات ومطاعم، عايزاك تديهم نبذه كده حضرتك انت والاستاذ باسم حاجه ليهم يعني. طبعا انا بقول لكل الناس وكل الشباب اللي موجوده، يا جماعه لازم كل واحد فينا يبقى عنده هدف، لازم كل واحد فينا يفكر بفكر انه ازاي يقدم ايه لنفسه ولبلده ولاهله. ده مهم جدا. انت النهارده بعد ما بتخلص جيشك او بعد ما بتخلص دراستك وجيشك، انت النهارده بتبتدي تخش على مرحله ان انا ازاي ابني مستقبل لنفسي. ما تفكرش في اول حاجه ان انا ازاي اخرج وازاي البس وازاي اروح لاصحابي وازاي اقعد مش عارف اعمل ايه. ما تفكرش في حاجات شخصيه اكتر ما تفكر لحاجات تبني لك مستقبل وهدف قدام. لازم يكون عندك فكره تكونها من وانت في الدراسه تبتدي تشتغل عليها بعد ما تخلص كل حاجه عندك. ومش شرط يا استاذ احمد برضه لما برضو يقول كلمه بما ان هو كتله النشاط. لا انا بس عايزه اخلص الحته دي برضه عشان كل واحد يقول نصيحه للشباب. انا برضه انا عايزه اقول ان مش لازم يكون بيشتغل في مهنه معينه. لا خالص. يعني ممكن يكون معاه شهاده وما يشتغلش بيها، يشوف الشغل اللي مطلوب ايه والحاجه اللي بتحبها وتقدر ان انت تأدي فيها ولا ايه يا استاذ احمد؟ طبعا طبعا في مجالات كتير جدا ممكن يتجه ليها، وممكن يبقى لو هو فاكر ان هو مش ممكن يبقى نمبر 1 فيها، لا هو ممكن يبقى نمبر 1 فيها وفي العالم كله مش في مصر بس. هي دي فكره الهدف بقى، لازم يعمل لنفسه هدف الاول قبل ما ينظم حياته كلها في الموضوع ده، يحط لنفسه هدف يمشي عليه ويعمل خطه وبلان يمشي عليها. بس احنا عايزين نعرفهم برضه يا استاذ باسم ان هم مش لازم يعتمدوا على شهاده او غير شهاده، يقول لك انا مثلا يعني ان انا معايا مهنه معينه، لا انا اصلا مش لاقي شغل. لا انت تقول لهم ايه بقى للناس اللي بتفكر بالطريقه دي؟ يا ريت والله، بس انا نفسي الناس كلها تسمع ان هي تدور على الشغل وتروح له بدل ما تستنى الشغل ان هو يجي لها، يحط لنفسه هدف ويمشي عليه. ومش مشكله يعني قصه الدراسه، هو ممكن بتبقى بعيده عن الدراسه زي ما حضرتك قلتي بالظبط. انا نفسي يعملوا خطه بلان ليهم ان هو يمشي عليه بجد يعني. احنا معانا مكالمه تليفونيه، انت عندك الجمهور بيحبك قوي مش عارفه في ايه. استاذ محسن معانا؟ الحمد لله تمام، منورين استاذ احمد وكل ضيوفك والله. يا ربنا يبارك لك يا رب. اولا انا اسمي محسن غلبان، منظم حفلات. اهلا وسهلا. طبعا بقابل استاذ احمد كتير طبعا في الاماكن الكويسه، وبصراحه صاحب واجب يعني. ربنا يبارك لك يا رب. جميله حبيبي. وبقول له استاذ احمد والله واخرينا يعني بيقابلنا في اي مكان وبعيد عن اي شغل، هو كويس وشخصيه كويسه وشخصيه محترمه. ربنا يخليك. وطبعا كل افكاره جميله وبيحب شغله. انت رحت له يا استاذ محسن ولا لسه ما رحتلوش؟ لا ما انت حضرتك، انت انا عارف انت مش شوقه عايزه تروحي طبعا عشان تبقى لا انت لازم تروح تدوق ما ينفعش. ان شاء الله. هو استاذ احمد طبعا بعيد عن اي معرفه يعني، هو طبعا بيقابل اي ضيوفه بيقابلها بطريقه كويسه وبيحب شغله. واضح والله. ويا رب يا رب كل واحد يحب شغله طبعا، ربنا يوفقه. أمين. وانا بشكر الاستاذ احمد الشاعر والله لانه شخصيه كويسه وغني عن التعريف، واحنا كلنا اخويا طبعا بنقابله. ربنا يخليك. وبشكر الاستاذ احمد واستاذ اسلام البراء طبعا اخويا، شرف لينا عشان طبعا بيعرفني الاستاذ احمد الشاعر شخصيه كويسه. ورب كده في وقت السنه نشوف حاجات جميله يا رب يا حبيبي. والله واضح ان حضرتك محبوب جدا، واحنا بنقول عليك من معجبينك زي ما احنا ما عندناش المعجبين دول. مبسوطين والله ان انتم معانا النهارده، مشرفينا يعني. شرف لينا احنا رب. في اخر حلقه في السيزون، احنا مش عايزين نقول ان هي اخر حلقه ولا لا، لسه مش عارفين، لان طبعا معانا يوم 30 ان شاء الله تشرفونا في حفله الجوكر، ما تنسوش طبعا. ميرسي جدا يا استاذ محسن على مداخلتك الحلوه دي، ونرجع الاسئله تاني. معاكي اسئله تاني ولا انا اخش بالاسئله يا رشا؟ بتهيألي احنا خلصنا كل الاسئله، بس احنا عايزين كلمه لبرنامج افتخر بمهنتك، وان شاء الله طبعا هتنورنا في حفله الجوكر. مش عارفه في ايه بقى بصراحه. نعم. انت معجبينك كتير قوي. مداخله استاذ مصطفى. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. استاذ مصطفى. انا عايز اشكر الاستاذ احمد على الفكره اللي هو يعملها دي. ممكن حضرتك توطي التلفزيون؟ من انجح الشباب في مصر. استاذ مصطفى ممكن توطي التلفزيون شويه؟ حاضر. انا بسمع صوتي مرتين. فانا بتكلم ان الاستاذ احمد الشاعر ده يعتبر قدوه لكل الشباب المصريين يعني. ربنا يخليك. تسلم. ده فخر لاي حد ان انت معانا النهارده بصراحه يعني. يعني هو فخر لكل شاب في مصر بصراحه. انت ايه رايك في الفكره بتاعته؟ فكره جميله جدا 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 جدا. لازم تروح تدوق بقى. ها يا استاذ مصطفى احنا رايحين، ممكن تيجي معانا بعد ما نخلص. ميرسي جدا على مداخلتك.
ومعانا استاذه بسمه. لا ازيك يا حبيبه قلبي بسومه؟ عامله ايه؟ ازيك منوره الشاشه حبيبتي ورشا. ربنا يكرمك يا حبيبتي. عامله ايه يا قلبي؟ اولا انا عايزه اشكر الضيوف واستاذ احمد الشاعر، بجد بجد شرفت البرنامج وبجد فكره جميله جدا اللي حضرتك ماشي فيها دي، دعم للشباب. ربنا يخليك. وعايزه اقول لحاب منوره وحشتيني حبيبتي يا بسومه، ما تحرمش منك يا قلبي. مفاجاه مفاجاه دي، ها مفاجاه بالنسبه لي. حبيبتي يا بسمه ميرسي جدا على اتصالك يا حبيبتي. ما شاء الله على معجبينك. انا نفسي كده انا هقر عليك على المعجبين دي بصراحه. انا عايزاك تقول كلمه لبرنامج افتخر بمهنتك، وبعد كده الاستاذ باسم طبعا. تمام. طبعا انا مبسوط قوي ان في حد بيفكر بالفكر بتاعكم ده، ان انا النهارده اجيب ناس شاطره في مجالها. الفكره دي ما كانتش موجوده في مصر، لان الناس كانت، في ناس كتير قوي ما بتحبش مجالاتها او بتبقى مكسوفه من مجالها في يوم من الايام. انا بقول ان كل المجالات ما دام بتاكل عيش حلال هي مجال كويس جدا، ومجال افتخر بيه اقوله قدام كل الدنيا. حلو قوي ان انتوا تعملوا كده، حلو قوي ان انتوا تطلعوا افكار للشمس، حلو قوي ان انتوا تطلعوا الناس تفتخر بمهنتها وتتكلم عن مجالها، عشان تخلوا كل الشباب يبقوا عارفين ان الافكار غير محدوده، ومفيش حاجه اسمها مجال او اتنين او دراسه وبس. الموضوع كله ان الموضوع هدف، اصنع هدف لنفسي واطلع اتكلم عنه عشان اكون قدوه لكل شاب ممكن يفكر الفكره دي. استاذ باسم مبسوطه جدا ان انت معايا النهارده. ربنا يخليك. استاذ باسم ممكن تقول كلمه؟ الفكره جميله جدا وانا بحترم الفكره دي جدا، ان هي وصلت، ان ممكن توصل ناس ان هي ما تتكسفش من مجالها او تتكسف من اللي هي بتعمله. بالعكس، لا انا اي شغل طالما حلال انا افتخر بيه حتى لو كان ايه. وبرنامج يشرف اي حد بصراحه ان هو يبقى فيه يعني. احنا فخورين بكم جدا لوجودكم معانا النهارده. المثل القدوه للشباب استاذ احمد الشاعر، استاذ باسم، بدر. انتوا فخر لينا، وطبعا احنا كنا مبسوطين جدا وانتوا معانا، والوقت بيجري بسرعه. شرف لينا. وتشرفت بحضراتكم جدا جدا، وده تكريم بسيط من البرنامج. شرف ليا يا فندم. استاذ احمد الشاعر حبيبي، الف الف مبروك. شكرا لحضرتك جدا. معانا طبعا تهنيه للعيله الكريمه، عيلتي الكريمه، عيله محمد اوشا. بقول لهم مبروك لكوكي، للعريسين كوكي ومحمد، الف الف مبروك. طبعا دي حاجه صغيره جدا من خالته، قلت ابارك لكم. وطبعا اسره البرنامج كلها هي طبعا اللي منزله شكر. انا بشكر رشا صديقتي، وبشكر الاعلامي الاستاذ يا نهار اسود نسيت. بشكر كل اصدقائنا وفريق عمل البرنامج. فطبعا انا بشكركم جدا، والف الف مبروك، وانتظرونا ان شاء الله 30/12 في حفله الجوكر. اوعوا ما تجوش، هيفوتكم كتير جدا لو ما شرفتونوش. ونشوفكم الاسبوع الجاي.